السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو التغيير. لم ينتظر الإيرانيون كثيرا ليرسلوا وزير خارجيتهم جواد ظريف إلى بغداد بعدما شاهدوا رئيس الدبلوماسية الأمريكية مايك بومبيو. هناك فالشكوك أصبحت كابوسا والكابوس أصبح واقعا، وتؤكد المصادر أن الملف الرئيسي الذي أتى بظريف إلى بغداد هو ضمان موقف عراقي مرن من العقوبات الأمريكية على إيران. ولكن هل العراق يمتلك الحرية في أن يكون له موقف لكي يختار ما بين أن يكون مع أمريكا القوية أو مع إيران التي ستنهار تحت وطأة العقوبات الأمريكية؟ السباق الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية موضوع حلقتنا لهذا اليوم، أهلا بكم. رحبوا معي بضيفي من بغداد بالدكتور أحمد المساري، الأمين العام لحزب الحق الوطني والقيادي في تحالف الإصلاح. دكتور أحمد مرحبا بك. مرحبا بك أخي العزيز، حياك الله. إذن جواد ظريف في بغداد يتجول ويلتقي بكافة المستويات من رئيس الوزراء إلى شيوخ العشائر، ما الذي يبحث عنه ظريف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناة التغيير، حياك الله. حقيقة العراق خاصة في الفترة القليلة الماضية كان قبلة كثير من الدول، ليس فقط ظريف وإنما العاهل الأردني والوزير الخارجية الفرنسي ووزير خارجية أمريكا وعدة مسؤولين زاروا العراق، وكان آخرها زيارة ظريف. لكن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى العراق كانت تقابل زيارة وزير الخارجية الأمريكي الذي سبقه إلى العراق، وكل يبحث أن يجد له نفوذ أو تقوية نفوذه داخل العراق. ظريف يريد من العراق أن تكون الرئة التي يتنفس منها إيران، خاصة أثناء الحصار المنطقة، وإيران خاصة مقبلة على حصار اقتصادي قوي جدا تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال منظومة الأمم المتحدة، وهذا الحصار ليس هنالك له من متنفس إلا من خلال العراق، وهذا ما تبحث عنه إيران، وأرسلت وزير خارجيتها لكي تؤمن طريق المنفذ التي تتنفس منه والرئة التي تتنفس منها إيران خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة الحصار الخانق على إيران. نعم، ولكن يعني هل العراق يعني عندما يأتي ظريف بالتأكيد يعني رأى من أنه يعني جاءته إشارات من أنه العراق ربما يميل نحو تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، هل العراق يمتلك موقفا؟ ما الذي يبحث عنه ظريف في ظل الإرادة العراقية؟ العراق بالأخير هو جزء من المنظومة الدولية، والعراق أيضا هو يعني حليف وصديق الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يستطيع العراق اليوم بدبلوماسيته الموجودة بحكومته خاصة أنه ما يطبق هذه العقوبات، وخاصة أنه جاء من طرف دولي، واليوم المجتمع الدولي كله متفق على هذه العقوبات يعني بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. أنا لا أعتقد بأن العراق وبحكومته الحالية سيستطيع أن يخرج من الإجماع الدولي في موضوع العقوبات. إيران تحاول أن تفتح لها منفذ، لكن بنفس الوقت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تطبق هذه العقوبات تطبيقا دقيقا لكي تحقق الأغراض التي من أجلها حصل هذا الحصار أو هذه العقوبات. هنالك صراع والجميع يعلم، أنت تعلم والسادة المشاهدين يعلمون بأن هنالك صراع نفوذ في المنطقة بأجمعها ومن ضمنها العراق، وهذا التصارع بين الإيرانيين من جهة وحلفائهم وبين الأمريكان من جهة أخرى وحلفائهم. هنا تعمل الدبلوماسية العراقية، هل يستطيع الساسة العراقيون أو الحكومة اليوم ودبلوماسيتها أن لا تكون جزءا من هذه المحاور المتصارعة في العراق؟ إذا ما أردنا أن نجنب العراق شر هذا الصراع وأضرار هذا الصراع، يجب على العراقيين أن لا يكونوا جزءا من أي محور من هذه المحاور المتصارعة. هسه يعني صحيح مو سهلة، لكن إذا ما أردنا أن يسلم العراق من هذا الصراع فيجب أن لا نكون جزءا من هذا المحور أو ذاك المحور. طيب كيف توصف لي أنه يعني
لن نكون جزء من المحور الأمريكي؟ يعني كيف أمريكا تقول من أنه لديك 90 يوم، يعني تنتهي في مايو، لديك وقت لكي تقطع العلاقة مع، تستغني عن الغاز الإيراني وتستغني عن الكهرباء الإيرانية وتقطع علاقتك مع إيران. كيف نستطيع أن نقول لأمريكا لا؟ لا نستطيع أن نقول لأمريكا لا، لأنه هذا قرار، يعني بقرار دولي أممي من خلال الأمم المتحدة، وقرار أمريكي، وأنت تعرف ما هي مكانة أمريكا وما هي نفوذ أمريكا في المنطقة بأجمعها. العراق أيضا لديه مصالح. هل أنا أقول وأسأل، هل من مصلحة العراق أن يقف بوجه أمريكا ويقول لأمريكا لا، وخاصة ونحن مهددون بإرهاب شرس وداعش، والولايات المتحدة الأمريكية كانت عونا لنا في الحرب على الإرهاب، وأنتم تعلمون كيف أن الولايات المتحدة وقفت معنا وكان لها الصولة في الجو والغطاء الجوي الذي وفرته للقوات العراقية، واستطعنا أن ننتصر على داعش وننتصر على الإرهاب ونحرر محافظاتنا. هذا الموقف الأمريكي لا نستطيع أن نتخلى عنه. وثم أن الإرهاب لم يندحر تماما، لم ينتهي من العراق، داعش لا زالت لديها خلايا نائمة، لا زالت لديها وجود. إذا نحن لازلنا بحاجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ليس من مصلحتنا أن نقول للولايات المتحدة لا، وبنفس الوقت نحن لا نريد أن نكون مصدر ضرر على الجارة إيران. إذا الدبلوماسية صعبة نعم، ولكن مصلحة العراق يجب أن توزن بميزان دقيق، وأن تسلك الدبلوماسية العراقية الطريق الذي فيه مصلحة العراق ومصلحة العراقيين، في أين تكون أو أين ممكن أن تتحقق مصلحة العراقيين في أن نقف بالموقف الفلاني. يعني بومبيو يعني أربعاء الفاء يعني دعا بغداد إلى عدم التعويل على إيران في مجال الطاقة، وبغداد وطهران دعتا بعده بأسبوع إلى مزيد من التبادل التجاري، يعني على عكس ما قاله بومبيو. هل تعتقد من أنه هذا فقط في الإعلام أم هذا فعلا واقع حال؟ يعني الدبلوماسية العراقية تمضي باتجاه التعاون مع إيران؟ يعني صدقني ونتكلم بصراحة، بالأخير العراق سيلتزم بما يفرض دوليا من عقوبات وحصار على الجارة إيران. هذا قرار دولي ستلتزم به كل دول العالم، ولا يستطيع العراق أن ينفرد بهذا الموقف من دول العالم الأخرى. لذلك أنا أعتقد بأن القرار بالأخير سيكون هو الالتزام بهذه العقوبات، لأننا لدينا مصالح مع المجتمع الدولي، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي الطرف الأقوى بالعالم. وكما قلت في مقدمتك بأنه الطرف الإيراني وما الذي يقرأ الساحة بأنه النفوذ الإيراني والقوة الإيرانية في تراجع، إذن علينا أن نزن بميزان دقيق أين تكمن مصلحة العراق، وإن مصلحة العراق والعراقيين في أن نكون يعني بالمكان الذي يسلم العراق والعراقيين، وبنفس الوقت نفكر في مصلحة المستقبل لبلدنا. ولكن يعني ظريف عندما يزور العراق ويستمر لأيام يتنقل من شيوخ عشائر إلى رئيس وزراء، ومن جنوب العراق إلى شمال العراق إلى كردستان العراق، يعني الزيارات يعني ليست زيارات عابرة، بل زيارات يتفحص الجبهة الداخلية التي تعب عليها، التي عمل عليها يعني لسنوات، يعني لن يتركها، ليس مجرد أن يقولهم هل ستقفون معنا نعم أو لا، الموضوع أكبر. بالمناسبة يعني زيارات ظريف ولقاءاته بشرائح من المجتمع العراقي سواء كان شيوخ عشائر أو غيرهم، هذا عليه اعتراض كبير. ليس من حق وزير خارجية دولة أيا كانت هذه الدولة، جارة أو صديقة أو شقيقة، أن يلتقي بشرائح المجتمع بهذه الطريقة. يجب أن تكون الزيارة بروتوكولية، وأن يلتقي بالقنوات الرسمية فقط، ولا تكون هذه الزيارات. هذا فيه يعني تعدي على السيادة العراقية، وهذا الأمر مرفوض تماما. ولكن أنت تعلم بأن الإيرانيين يحاولون أن يجدون حلولا
لأنفسهم ولبلدهم من خلال هذا الحوار الذي يريدون أن يفتحونه مع المجتمع العراقي بكل مكوناته، مع السياسيين، مع العشائر، مع الفصائل المقاتلة. هم يحاولون ويحاورون الجميع من أجل مصلحة بلدهم، من أجل أن يجدون منفذا لموضوع الحصار الخانق الذي ستتعرض له إيران، أو تعرضت وستتعرض له إيران في المرحلة القابلة. وأنا أكرر أنه ليس من حق وزير الخارجية أن يلتقي بالمواطنين العراقيين بهذه الطريقة، بل كان المفروض أن تكون لقاءات رسمية من خلال القنوات الدبلوماسية، أسوة بكل زيارات المسؤولين في العالم. يعني هذه الزيارات المعلنة، الزيارات التي الغير معلنة الله أعلم، ربما التقى بقيادات من الحشد الشعبي. هسه احنا نتكلم عن المعلن منها، أما الغير معلن فلا نستطيع أن نتكلم عنه لأننا لا نعرفه. هل تتوقع منه، يعني في حال أنه فرضت عقوبات على إيران، أنه نجد شرائح من المجتمع العراقي تقف مع الجارة إيران؟ يعني أنا أتوقع نعم ستكون هنالك شرائح تقف مع، أنت تعرف بأنه إيران ترتبط مع العراق بروابط دينية ومذهبية، أكيد ستجد من يقف معها في الساحة العراقية. لكن أنا أتكلم من الناحية السياسية والدبلوماسية، دبلوماسيا وسياسيا نحن يجب أن نقدر مصلحة العراق، وهذا الأمر يجب أن تحسب فيه مصلحة العراق بدقة. هل من مصلحتنا كحكومة وكدولة بكل مؤسساتها أن تقف ضد الحصار؟ هذا يجب أن تحسب فيه مصلحة العراق أولا. هل تعتقد من أنه يعني الآن يعني الفتح أو البناء بمكوناته سيؤيد الحصار المفروض على إيران، أم أنه سيقف بالضد من هذا الحصار؟ يعني لدينا شرائح كثيرة، يعني تبدأ من البرلمان وتنتهي إلى شيوخ العشائر، الموضوع كبير جدا. يعني هل سيتمسك العراق بعصا الوطنية وأنه الحس الوطني وأنه هذه الجارة إيران التي قاومت معنا؟ نحن لسنا ضد الشعب الإيراني، ولكن بالتأكيد مع الجانب العراقي، هل من المصلحة أنه نتمسك بالجارة إيران التي ربما هي يعني ستفرض عليها الحصار، سيفرض اليوم أو غدا؟ شوف أخي خالد، يعني إحنا كسياسيين وكقوى سياسية علينا أن نوازن بين طرفين، مصلحة العراق والشعب العراقي ومصلحة إيران. إحنا بالنسبة لنا عندنا أولويتنا مصلحة العراق والشعب العراقي أولا، ولا يمكن أن نزايد أو نعطي طرف أولوية على هذه المصلحة. أما متسألني تقول لي البناء والأخوة في الفتح، نعم هم أنت كما تعلم، نكون واضحين وصريحين بأنه لديهم علاقات قوية مع الجارة إيران، والعلاقات السياسية وهنالك علاقات أخرى أيضا مع الجارة إيران، وسيكون موقفهم حرج فيما إذا وقفوا بالضد من الجارة إيران أو وقفوا مع الحصار. لكن يجب، أنا أقولها، يجب على كل سياسي أن يفكر بمصلحة العراق أولا، ومن ثم يأتي مصلحة الجار أو الصديق أو الشقيق. ماذا لو وقفوا إلى جانب، يعني نتوقع يعني وهو وارد هذا الموضوع، ماذا لو وقفوا مع إيران؟ يعني كيف تتوقع البرلمان سيكون؟ كيف تتوقع الساحة السياسية ستكون هناك فوضى؟ أكيد سيكون هنالك انقسام بالبرلمان وبالقوى السياسية داخل البرلمان، وأيضا بالقوى السياسية في الساحة السياسية بصورة عامة. سيكون هنالك انقسام، هنالك قوى سياسية ستقف مع الجارة إيران باعتبارها هي قريبة منها في التوجه وقريبة منها وهي حليفة معها، وهنالك قوى أخرى لا، يعني ستكون مع مصلحة العراق. وأين تكون مصلحة العراق؟ الحفاظ على مصلحة العراق وصداقتنا وعلاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على ذلك. ولا تنسى أخي خالد بأن العراق مرتبط باتفاقية موقع عليها كل القوى السياسية في البرلمان وفي الساحة السياسية، هي معاهدة الإطار الاستراتيجي الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنالك التزامات ومعاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية على القوى السياسية أن تلتزم بها، لذلك الموقف سيكون محرج لبعض القوى السياسية في أن تقف
بالضد من الولايات المتحدة الأمريكية أو أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية. يعني جواد ظريف عندما يزور العراق كما قلت لم يزوره كزيارة بروتوكولية ولا حتى أعلم زيارة بروتوكولية، هو جاء ليؤكد الولاءات، جاء ليزور ويتأكد، يعني 5 أيام يتجول في العراق من جنوبه إلى شماله إلى كردستانه، يتنقل من شيوخ عشائر إلى أكاديميين إلى رئيس وزرائه إلى 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 شخصيات مهمة في الدولة العراقية. هذه الزيارات المعلنة وغير المعلنة أكثر وأكثر، هذه زيارات يعني أصبحت، يعني وصلنا إلى حافة الهاوية في عملية الصدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وهذا اللي قلت لك أنه إحنا نرفض، أنه يجب أن تكون الزيارة دبلوماسية وفق الأطر البروتوكولية، وأن لا يعني تكون بهذه الطريقة التي حدثت، لقاءات مع شرائح مجتمعية وعشائر واللقاءات مع أطراف ليس لها علاقة بالزيارة. هذا الذي نرفضه، يجب أن تكون الزيارة محددة وفق الأطر الدبلوماسية بالقنوات السياسية والقنوات الدبلوماسية فقط. هذا اللي أنا أتكلم عن رفضه، وإلا ما الهدف في أن يلتقي وزير خارجية دولة أخرى بشرائح من المجتمع العراقي بعشائر؟ لماذا يلتقي بهم؟ ما الذي سيتكلم معهم؟ هل جائز أن يحصل ذلك مع دول أخرى؟ ما هذا اللي هو الذي نرفضه ولا نقبل به. يعني السبهان عندما تحدث مع شيوخ عشائر وتجول قامت الدنيا ولم تقعد. مضبوط، واحنا لا نقبل، مثل ما لا نقبل على السبهان لا نقبل ايضا على ايران ولا على تركيا ولا على السعودية ولا الاردن ولا اي طرف اخر. يجب ان يكون التعامل، نحن كدولة لدينا دبلوماسية ولدينا قنوات دبلوماسية ولدينا سيادة، يجب ان تحترم السيادة ويجب تحترم القنوات الدبلوماسية، وان يكون التعامل وفق هذه الاطر، لا ان يكون التعامل وكأنه باب مفتوح ابواب للجميع، لكل من هب ودب ويأتي ويتكلم مع من يشاء. يجب أن يكون الكلام مع القنوات الرسمية فقط. طيب هناك يعني بعض المراقبين يرون من أنه ظريف جاء ليقنع الجانب العراقي من أن يتحصنوا بالحصن وراء مبدأ السيادة الوطنية من أجل دفع البرلمان العراقي إلى التحصن بحصن السيادة الوطنية ليمنع الإجراءات الأمريكية التي تحاول القيام بها من الأراضي العراقية. هل لديك معلومات حول هذا الموضوع أو هذه الاستراتيجية؟ أنا ليس لدي معلومات حول هذا الموضوع بالأخص اللي تكلم عنه، ولكن أنا أتفق معك بأنه ظريف بزيارته للعراق جاء يعني هي كجزء من هذا الصراع الموجود اليوم، صراع النفوذ بين إيران من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة. هي ليست يعني زيارة بخصوص العلاقة بين العراق وإيران، وإنما بخصوص الصراع ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أقول بأن الموقف حرج جدا للساسة العراقيين، وعليهم أن يعملوا بدقة كي يسلموا العراق هذا الصراع، أن يسلم العراق من هذا الصراع ولا يكون جزءا من هذا الصراع. ولكن أيضا هي على جانب آخر، يعني إذا أصبح العراق أو سلم العراق أن يكون جزء من منظومة الحصار على إيران، يصبح العراق في خطر أيضا. يعني ما هو الخطر الذي سيكون فيه العراق إذا كان أصبح جزء؟ هو هي منظومة دولية، اليوم الحصار دولي من كل دول العالم على إيران، العراق حال الدول الأخرى لا يستطيع أن يرفض هذا الحصار ولا يستطيع أن يغرد خارج سرب المجتمع الدولي في موضوع الحصار، بل قد تتأثر مصالحنا الدولية ومصالحنا مع الدول الأخرى، وتتأثر كل علاقاتنا الدولية فيما إذا ما التزم العراق بهذا الأمر. القضية مو سهلة، القضية صعبة نعم، ولكن علينا أن نراعي مصلحة العراق. اليوم مصلحتنا مع المجتمع الدولي بكل دوله وكل مسمياته أو علاقتنا مع الجارة إيران، نعم إيران جارنا، لا نريد للشعب الإيراني يتضرر، لا نريد أن يتعرض إلى الحصار والجوع كما تعرض العراق سابقا، ولكن بنفس الوقت إحنا لدينا شعب ولدينا بلد ونخاف على مصالحنا، ولا نريد للشعب العراقي أن يتضرر على حساب الشعب الإيراني، الشعب العراقي أولا ثم لاحقا نراعي مصلحة الشعب الإيراني. طيب يعني ألم يعني المسؤول العراقي ألم يفكر من أنه في حال صار صدام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية النفط من أين سيصدر،
أو أنه إذا لم تجدد الولايات المتحدة السماح لاستيراد الغاز الإيراني من أين سنستورد الكهرباء ونحن الآن في منتصف الشتاء ومقبلين على الصيف، من أين سنستورد الكهرباء؟ هذه أمور لم يجد لها حل السياسي العراقي، وكأنه ينتظر الفرج. هذا هو عادينا السياسي العراقي والخارجية العراقية عليها أن يعني تعمل بقوة على تأمين هذه المصادر، ويصير الكلام مع الطرف الأمريكي أنت تريدني ألتزم بقرارات المجتمع الدولي والقرارات التي يقودها أمريكا، وفر لي بدائل لذلك. وأنا أعتقد بأن أمريكا والمجتمع الدولي قادر على أن توفر هذه البدائل. أنت تريدني ألتزم، وفر لي البدائل. وهذا الكلام اللي يصير لازم مع الطرف الأمريكي. عندما جاء وزير الخارجية الأمريكي ويطالب بالعراق، لو كنت أنا من حاور الوزير الخارجي الأمريكي، تقول أقول له تريدني ألتزم بقرارات المقاطعة وقرارات المجتمع الدولي، وفر لي البديل حتى أستطيع أنه ألتزم بهذه المقاطعة. ما راح يقول لك روح جيب من السعودية، روح جيب من الكويت، جيب من قطر، جيب أنت دبر نفسك. أنا ما يهمني المصدر، أنا يهمني أن تتوفر هذه الأمور للشعب العراقي. ولكن يعني ما هناك قالوا من أنه المفاوض العراقي يستطيع أن يفاوض، يعني أنت تريد ما أجيب من إيران كهرباء، جيب لي سيمنز وجيب لي إلكتريك، خلي يدبروا لي كهرباء وأني أستغنى عن الكهرباء، تفيد بالمفاوضات؟ خلاص هذا دور المفاوض العراقي، عليه أن يتكلم مع الطرف الأمريكي بهذه الطريقة. أنت يجب أن توفر لي بدائل حتى أستطيع أن ألتزم بقرارات المجتمع الدولي وبقرارات المقاطعة. وأنا أعتقد هو هذا اللي صار، بأن الأمريكان قالوا سنستطيع أن نوفر البدائل، وفتحت خطوط أخرى. اليوم ماكو، ليس هنالك مقاطعة مع الطرف الكويتي أو السعودي أو الأردني أو كل دول الجوار الأخرى ممكن أن تكون بديل في ذلك. أنا المهم عندي أن الشعب العراقي يحصل على هذه الخدمات، على الغاز، على الكهرباء، أو على أي شيء كان العراق يستورده من الجارة إيران، لكي لا يتأثر العراق بهذا الحصار. طيب يعني في حال أنه يعني لم تتوفر هذه الأمور ولم يوفرها الجانب العراقي، على أمل أن يتم التجديد للمرة الثالثة، يعني جددت مرتين أعطيت، على أمل التجديد للمرة الثالثة، ما راح يصير كارثة في الجانب العراقي إذا لم تجدد مرة ثالثة؟ وأنا لذلك أقول أن العراقيين عليهم أن يجنبوا الشعب العراقي هذه الكارثة، وأن يعملوا بدبلوماسية عالية. أنت تريدني ألتزم، أنا ألتزم، لكن مقابل ذلك أن تتوفر البدائل. أما إذا ما توفرت البدائل أنا كيف ألتزم؟ أنا ما أريد أعرض شعبي إلى كارثة. أنت وفر لي البدائل وأنا سألتزم بقرارات المجتمع الدولي. دكتور أحمد، ما يقول لك روح للدول المجاورة جيب كهرباء، ما عندنا مشكلة، بس هو الجانب العراقي يقول لك حتى يضغط نفسه لو إيران لو أحرقها. لا، هذه ليست هنالك سياسة بهذه الطريقة. ما دام تتوفر بدائل العراق سيلتزم بقرارات المجتمع الدولي. المهم أنه تتوفر بدائل للشعب العراقي وللعراق من الأمور التي ذكرتها في موضوع الكهرباء والغاز والأمور الأخرى التي يحتاجها العراق. طيب أريد أستثمر وجودك ويانا يعني حتى شوية أمرر على الكابينة الوزارية والأزمة السياسية. يعني هل سنبقى بدون وزراء الدفاع والداخلية والعدل؟ يعني الآن لا نرى في جلسات مجلس النواب حتى يعني على جدول أعمال يعني للتصويت، يعني كأنها نسيت، تركت. يعني مع الأسف أن الكابينة الوزارية لم تكتمل لحد الآن، وخاصة كوزارات مهمة مثل الدفاع والداخلية والتربية والعدل. هذه وزارات مهمة، وزارات خدمية ووزارات أمنية. يعني السبب في عملية التأخير هو طبعا، وأنا قلتها سابقا وقلتها مرة ثانية، هو عدم الالتزام بالاتفاق السياسي الذي على أساسه تم تشكيل هذه الحكومة وتم تكليف الدكتور عادل عبد المهدي. إذ لو أن الالتزام أو الاتفاق نفذ كما اتفق عليه لكان انحلت المشكلة، لكن الخلاف الذي حصل أو عدم الالتزام بهذا الاتفاق هو الذي أدى إلى هذه المشاكل وأن تتعطل الكابينة الوزارية. فليرجع السيد عادل عبد المهدي ولترجع القوى السياسية سواء كان بالبناء والإصلاح إلى هذا الاتفاق، ستنحل الأمور وستكتمل الكابينة الوزارية. وأرجع أقول بأنه إحنا اليوم نمر بظرف صعب جدا، هذا الصراع الموجود،
هذا الظرف الحساس اللي يعيش العراق، هنالك صراع اقليمي، هنالك صراع دولي، يجب ان تكتمل الكابينه الوزاريه لكي تستطيع مؤسسات الدوله ان تعمل بصوره صحيحه وان نتجاوز هذا الظرف الحساس اللي يعيش البلد خاصه في هذه الفتره. طيب يعني الحل الازمه قائمه الاثنين، يعني واحد يقول لك كسر ايرادات، واحد يقول لك فرض ايرادات، وهي اثنينها يعني بالعراقي عناد معندين اثنينهم يعني، ويقول لك اتركوها خلاص. القضيه استاذ خالد، القضيه مو قضيه عناد، القضيه انه خلي يرجع السيد الدكتور عادل عبد المهدي الى الاتفاق ويعطي كل ذي حق حقه، الامور راح تمشي. اما بطريقه انه يميل الى جهه واحده على حساب الجهه الاخرى، لا اكيد يعني ما راح يقبلون هذه الاطراف اللي تضررت والاطراف اللي مال على حقها، اكيد ما راح تقبل وما راح تنحل القضيه. فليعود الدكتور عادل عبد المهدي الى الاتفاق وتوزع الاستحقاقات والوزارات كما اتفق عليها وكما كلف الدكتور عادل عبد المهدي، الامور راح تمشي باذن الله. يعني انتم كاصلاح غير راضين عن السيد عادل عبد المهدي؟ لحد هذه اللحظة الدكتور عادل عبد المهدي لم يلتزم بالاتفاق. الاتفاق كانت انه الوزارات تقسم بين الاصلاح وبين البناء بالتساوي للمكونين، للمكون السني والمكون الشيعي، لكن هذا الامر لم يحصل، وانه حتى يعني اعتراضات على بعض الاسماء بسبب ايضا الاتفاق، انه وزير سابق لا يوزر، نائب حالي لا يوزر، ايضا جاء باسماء كانوا يشغلون مناصب حساسة وعليا أيضا، وهذا أيضا منافي للاتفاق اللي على أساسه تم تكليفه، ولذلك بعض القوى السياسية يعني رفضت بعض الأسماء. عدم الالتزام ترى هو السبب، خلي يرجع للالتزام بالاتفاق ستحل كل الأمور. طيب مشكلة الكتلة الأكبر، يعني هل تعتقد من أنه الآن نحن إذا رجعنا أكثر إلى الوراء لن نجد كتلة أكبر؟ ما موجودة كتلة أكبر، أسست الحكومة بدون كتلة أكبر. العزيز، ليس هنالك كتلة أكبر، إذ لو كانت هنالك كتلة أكبر لما صارت هذه المشكلة كلها وما كان أكو اختلاف نهائيا، لكن لأن القوى السياسية لم تستطع أن تتفق على من هي الكتلة الأكبر، ذهبوا إلى هذا الاتفاق أو اتفاق التسوية، أنه خلاص اليوم أكو كتلتين، خلينا نروح نقول متساويات، ويرشح شخص لا من هاي الكتلة ولا من هاي الكتلة، شخص توافقي، وتم اختيار الدكتور عادل عبد المهدي على انه شخصية توافقية لا ينتمي الى احدى الكتلتين، ووضعت شروط واتفاقات على عملية التكليف. هذه الشروط وهذه الاتفاقات لم يتم الالتزام بها، لذلك صارت هذه المشاكل. اذا ردنا نرجع انه الكتلة الاكبر، فيجب ان يعني خلاص تسحب الثقة من هذه الحكومة ويكلف وتسمى الكتلة الأكبر اللي هي دستورية يجب أن يكون ذلك، وترشح الكتلة الأكبر مرشحها لتشكيل الحكومة، ونبدأ بالعملية من الأول من الصفر. لكن هذا الأمر الآن صعب، لا يمكن، ما أمامنا إلا الالتزام بالاتفاق السياسي. لماذا صعب؟ تم تشكيل هذه الحكومة. لماذا صعب؟ يعني الحكومة لحد الآن غير منجزة، لم تنجز شيئا، لحد الآن جامدة. يعني هذا معناه نرجع الى المربع الاول، نرجع الى نقطه الصفر، بانه تحل هذه الحكومه وتشكل حكومه جديده تتبناها الكتله الاكبر، ونرجع الى تسميه من هي الكتله الاكبر، وراح يرجع الخلاف انه من هي الكتله الاكبر. الاصلاح تقول احنا الكتله الاكبر، والبناء تقول احنا الكتله الاكبر. الاصلاح معتمده على انه نتائج الانتخابات والكتل السياسيه التي نتجت عن الانتخابات، نعم تقول الكتله الاكبر. البناء نتائج تنقل النواب من كتلة إلى أخرى، تقول أنا الكتلة الأكبر، راح يرجع نفس الخلاف السابق. فهذا اللي أقول به صعب، نعم فيه صعوبة، لأنه ليس هنالك اتفاق على من هي الكتلة الأكبر. دكتور 100 يوم تقدر تقول لي منجز الحكومة شنو، أو منجز البرلمان شنو؟ الكل جامد. مع الأسف أقولها، نعم 100 يوم وليس هنالك منجز لا للحكومة ولا للبرلمان. شكرا للدكتور أحمد المساري الأمين العام لحزب الحق الوطني والقيادي في تحالف الإصلاح، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا الكرام مستمرون معكم، ولكن بعد هذا الفاصل.
إذن عدنا إليكم مشاهدي الكرام، وأهلا بكم من جديد مع موضوع حلقتنا، السباق الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية، سباق محموم للسيطرة على مقدرات الشعب العراقي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجارة إيران. ربما يميل الجميع أو أغلب الساسة في العراق إلى الجانب الأمريكي لقوة النفوذ الأمريكي في العراق ولقوة اليد الأمريكية على الساحة العراقية، ولأنه هناك عقوبات سوف تجري على الجارة إيران ربما شبيهة بالعقوبات الأمريكية التي جرت على العراق آبان 91 سنة 1991، وكانت عقوبات قاسية جدا و لم تستطع أي دولة أن تكسر هذا الحصار، ولذلك العراق لن يستطيع أن يكسر الحصار على الجارة إيران. رحبوا معي بضيفي من بغداد بالنائب الدكتور محمد علي زيني عن كتلة الوطن النيابية وعضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي. دكتور محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا، حياك الله. دكتور، كنا نتحدث عن العلاقة أو السباق الأمريكي الإيراني على الساحة العراقية، يعني هل تتوقع من أنه مع المفاوض العراقي، يعني كانت هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي جاءت لتأكيد على أنه العراق يجب أن يلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران، وعند خروجه جاء مباشرة ظريف وقد يعني قدم زيارته لأسبوع كامل، يعني وتستمر لخمسة أيام هذه الزيارة إلى العراق، وجاء لكي يتفحص ما فعله بومبيو في العراق. هل تتوقع أن الجانب العراقي سيلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران أم أنه سيميل نحو الجارة إيران؟ الذي أعتقده أن العراق هو دولة مستقلة، أي ليس لها أي التزام بأوامر يعني من دولة أخرى، سواء كانت أمريكا أو غير أمريكا. يعني العراق دولة مستقلة ذات سيادة، أي والمفروض أنه تصرف بهذا الاتجاه، أي لمصلحة العراق، لمصلحة العراق فقط، ولصلحة أي دولة أخرى سواء كانت أمريكا أو إيران أو أي دولة أخرى. طيب نعم، هذا 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 هو التصور. طيب بتصورك، يعني الالتزام بالعقوبات الأمريكية هذا من مصلحة الشعب العراقي أم عدم الالتزام من مصلحة الشعب العراقي؟ أين مصلحة الشعب؟ تعتمد ما هي العقوبات الأمريكية. اشرح لي ما هي العقوبات الأمريكية التي ستفرض على العراق في حالة عدم الالتزام بالأوامر الأمريكية؟ يعني أنت تعلم أمريكا وما هي أمريكا، ونحن العراقيون نعلم ماذا تعني أمريكا، وعانينا من أمريكا أبان التسعينات و2003 وما بعد 2003، أكثر من يسأل عن أمريكا ويستطيع الإجابة هم العراقيون. والله يعني أصور يعني سيادة العراق سيادة العراق هي الأولى، وأنا أتكلم عن وجهة نظر خاصة شخصية، يعني تعبر عن عواطفي، لا أقبل بالرضوخ إلى أي دولة مهما كانت النتائج. ولكن يعني تبقى السياسة العراقي يوازن ما بين مصلحة البلد والمصالح الأخرى، يعني إذا كانت مصلحة العراق هو الرضوخ، المجتمع الدولي كله سيتفق مع الإدارة الأمريكية على تنفيذ العقوبات، يعني كل بلدان العالم اتفقت على أنه تلتزم بالعقوبات على الجارة إيران، يبقى العراق ما يلتزم؟ العراق يعني لوحده لا يلتزم. أنا هذا الخبر بالحقيقة أنا أسمع جديد بالنسبة لي، لست مطلع على كون أنه
دول العالم كلها متفقة مع يعني بقيت تركيا. تركيا قالت لا، تركيا لا تلتزم، وربما روسيا، ولكن بالأخير سيلتزمون، ستفرض عليهم أمريكا إجبارا سيلتزمون. إذا كان هذا هو إجماع عالمي، فالعراق بهذا الحال بهالحالة هذه لن يشد عن هذا الإجماع. يعني إذا كان هذا هو الإجماع. طيب دكتور، يعني حضرتك عضو في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، يعني السؤال ما هو ماذا نفذ من البرنامج الحكومي؟ هناك من يقول لم ينفذ شيء من البرنامج الحكومي، ما نفذت الحكومة شيء لحد الآن؟ بالحقيقة هو البرنامج الحكومي، يعني إذا نريد نتكلم عن السياسة التي تتبعها الحكومة، يوجد بقدر تعلق الأمر بي، يعني هو يوجد هناك عفوا، توجد هناك ميزانية سنوية، يعني هي الرواتب والأجور وما يتعلق بذلك، وهذه بالحقيقة هي الميزانية الاعتيادية. هناك الميزانية الاستثمارية اللي هي هذه تتعلق بالاستثمارات في العراق، الاستثمارات. فطبعاً يعني هو الاستثمار هنا مكان الفساد، لأنه جاءت موازنات سنوية كل سنة، وهناك استثمار طبعا، ولكن أين الاستثمار؟ يعني بالحقيقة لحد الآن رصيف ما بنوا، يعني مع احترامي إلى كل الحكومات المتعاقبة التي جاءت منذ سقوط النظام السابق وغليات الوقت الحاضر، لم يبنوا شيئا. أي نحن نطالب بإعادة بناء العراق، بناء الاقتصاد العراقي من جديد. يعني الآن بطالة متفشية، شغل ماكو بصراحة، غير هي هو هذا هي هذه المطالب. احنا نريد إعادة بناء الاقتصاد العراقي من جديد. يعني اكو اشياء اعاده بناء بالبرنامج، عفوا دكتور محمد، اكو اشياء يعني بالبرنامج الحكومي قال انه خلال 6 شهور رئيس الوزراء 6 شهور ان ينفذها، وهي القضاء على الوكالات، الاداره بالوكالات. الدوله العراقيه كلها تدار بالوكالات، هسه احنا طارت 3 شهور ولحد الان ما بدا يشتغل بيها، لحد الان ما اشتغل بيها. يبدو لي انه ليس هناك اتفاق فيما بين الكتل السياسيه على هذا الوزير او ذاك. ويعني طبعا يعني هذه اي عايده على الى سياده رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، هو صاحب القرار. يعني ما هو يعني اذا حضرتك يعني عضو في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، يعني هل تجد من أنه فعلا دا ينفذ البرنامج الحكومي أم هو حبر على ورق؟ البرنامج الحكومي أي. أنا لا يعني ما كنت أنا أتصور أنه راح يصير الكلام على ماهية البرنامج الحكومي. أنا أصور يعني بالنسبة للرئيس الوزراء هو بينفذ الأمور بالتوافق مع الكتل السياسية. هذا ولكن الكتل السياسية مثل تحالف الإصلاح غير راضية، تقول إنه يميل للكتل الأخرى، يعني حتى في عملية اختيار الوزراء يميل لكتلة لتحالف البناء. يعني مرة أخرى يعني الكتل السياسية غير
متوافقة. يعني هذا شيء يؤسف له. احنا عندنا مسألة المصلحة العراقية هي الأولى، وإذا كانت هناك مصالح فئوية أو توجهات سياسية تنتهي بالتالي لغير مصلحة العراق، فهذا شيء مؤسف له. كيف لا اتفق مع هذه التوجهات؟ يعني كيف رأيت البرلمان؟ هل تعتقد ان هذا البرلمان مميز عن الدورات السابقة؟ اعتقد ان البرلمان الحالي هو خطوة جيدة الى الامام. يعني حاولنا انه نشكل معارضة عراقية وطنية حقيقية، وهناك يعني اتفاقات فيما بين بعض النواب أنه تتوجه إلى تشير الدفة لمصلحة العراق والشعب العراقي. أي هذه يعني هذه خطوة إلى الأمام، وأنا متفائل بهذا الاتجاه. كيف تجد يعني لكن هناك من يقول من أنه البرلمان الحالي لحد الآن لم ينجز شيئا، سوى أنه صوت على الحكومة، يعني على الكابينة الوزارية، لم ينجز يعني قوانين، لم ينتج قوانين، والسبب أنه أصلا الحكومة هي لم تقدم له قوانين وهو لم ينجز قوانين. عفوا ما البرلمان يعني هاي 3 أشهر لم ينجز قوانين، لحد الآن لم ينجز قوانين. نعم. أنا أصور هذا يعني هذا شيء مؤسف له، مؤسف يعني بالحقيقة. صحيح يعني هناك توجد يعني مناكفات، توجهات سياسية مختلفة ما بين هذه الكتلة وما بين تلك الكتلة، أي ولكن مع ذلك يعني هذه احنا بعدنا يعني بالبداية. نعم. انا اتصور بنهاية راح نخرج بشيء يعني مفيد للشعب، ولكن احنا بعدنا يعني الان يعني هذه ليست نهاية، وانما هي بداية بالحقيقة. شكرا للنائب دكتور. نعم شكرا للنائب دكتور محمد علي زياني، كتلة الوطن النيابي وعضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كان معكم خالد بن جاسم، الى اللقاء.